طبعا الاهتمام الكبير بقناة السويس الحقيقة مش محتاج مبرر أو تفسير، لأن احنا بنتكلم النهاردة عن أهم ممر ملاحي وأسرع ممر ملاحي بيربط ما بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. بنتكلم عن شريان للتجارة العالمية. احنا شفنا وتابعنا مع حضراتكم لما السفينة اللي تعطلت ايفر جيفن نتيجة لي برضو أخطاء أو قصور عند قائد السفينة نفسها، شفنا قد إيه يعني الملاحة في العالم والتجارة في العالم تعطلت بشكل كبير قبل ما مصر تقدر تحل هذه الأزمة أو هذه المشكلة بشكل احترافي وبشكل جيد جدا في غضون يعني أيام معدودة وبدون التدخل من أي طرف خارجي. فإحنا النهاردة بنتكلم عن يعني قناة هي من أهم يعني الممرات الملاحية والتجارية في العالم كله، وبنتكلم كمان عن أهمية حيوية جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، مورد مهم جدا في الاقتصاد، بتدخل لنا 7 مليار دولار سنويا او بحسب يعني سنه 2021 2022. فانت بتتكلم عن يعني حاجه كمان بالاضافه لكل ده ليها قيمه عاطفيه كبيره عند المصريين وشعور كده بالفخر، واحنا بنتكلم عن قناه السويس وان احنا بنمتلك مشروع قومي صنعناه بايدينا احنا كمصريين وبنمتلكه كلنا. هل بقى ما اثير وما قيل من جدل هل له أصل في أرض الواقع؟ ده الحقيقة اللي احنا هنعرفه من النائب دكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك في 90 دقيقة. مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. وتحياتي لحضرتك. احنا عايزين نفهم كده الموضوع مع حضرتك ببساطة ونفصصه كده للناس واحدة واحدة. الأول ايه اللي في التعديل في التعديلات اللي أقرها القانون، ايه اللي فيها يثير الجدل؟ يعني ليه إنشاء صندوق يتولى إدارة استثمارات قناة السويس أو استغلال الأمثل لمواردها؟ ايه الثغرة أو ايه الحتة اللي الناس خايفة منها أو متخوفة منها؟ طب اسمحي لي في البداية ان انا اقول لحضرتك ان امبارح والنهاردة رصدنا حالة من الالتباس والخلط واللغط حول مشروع القانون اللي احنا بنتكلم عنه. هفترض حسن النية في هذه الحالة، يعني هفترض حسن النية في حالة اللغط اللي هي موجودة الوقت، وهفسرها لسببين. السبب الاول ان هناك اهتمام متزايد للشعب المصري بالشأن العام الاقتصادي في الوقت الحالي. وفي نفس الوقت غيرته على قناة السويس، علشان حضرتك عارفة أن قناة السويس تمثل للشعب المصري مشاعر بالعزة والفخر والكرامة ومظهر من مظاهر السيادة. شعور بالإنجاز كده. طبعا قناة السويس بالنسبة للمصريين دي حاجة كبيرة جدا جدا ورمز من رموز الصمود والتاريخ، ويعني كلها مشاعر حقيقة بترمز للكفاح وكفاء هذا الشعب وتخليد لدماء أجدادنا وكثير جدا من المشاعر اللي فعلا تخلي الشعب المصري يقلق لما يبقى في أي حاجة لها علاقة بهيئة قناة السويس. صحيح. السبب الثاني هو أنه في حالة من حالات عدم الدراية والالتباس والخلط بين العديد من المفاهيم والكيانات الاقتصادية. بمعنى أن هناك فرق كبير بين مرفق قناة السويس اللي هو الممر المائي وهيئة قناة السويس اللي هي أنشئت بهدف إدارة هذا المرفق والصندوق التي أو الذي ترغب هيئة قناة السويس في إنشائه. طيب الأول أنا ببروز كلام حضرتك، في فرق بين المرفق قناة السويس كقناة وكممر ملاحي تجاري وما بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق. مش الهيئة، هيئة قناة السويس دي هيئة أنشئت بهدف إدارة هذا المرفق. إدارة هذا المرفق. كويس؟ وما بين الصندوق بقى، الصندوق اللي عايز ينشئه الهيئة. وبالتالي الهيئة لا تمتلك المرفق. الهيئة تدير المرفق فقط. الهيئة تدير المرفق فقط. وبالتالي مرفق قناة السويس ده مرفق مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة. لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها. وخصوصا أن قناة السويس محمية بنص الدستور المادة 43. أنا بس عايز أقول لحضرتك المادة 43 من الدستور بتقول: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوك لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. إذن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله بالتالي أموال عامة.
أما فيما يتعلق بهيئة قناة السويس، هي هيئة تم إنشائها بغرض إدارة هذا المرفق، إدارة شريان القناة. وده نظمه القانون رقم 30 لسنة 1975 باعتبارها هيئة عامة اقتصادية تقوم على إدارة مرفق قناة السويس، وبالتالي أموالها أموال خاص، أموال الهيئة أموال خاص. وهذه الهيئة ترغب في إنشاء صندوق. الصندوق ده كيان جديد. إذن الصندوق مملوك للهيئة ومملوك للهيئة بمفردها، والهدف من إنشاء هذا الصندوق توفير موارد مالية للتنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق القناة وتطويره واستغلال الأمثل لأمواله في تطوير هذه القناة ومواجهة بقى الأزمات والكوارث والحالات الطارئة والتقلبات في التجارة العالمية ومخاطر التقلبات في التدفقات المستقبلية. فطبقا للدستور الدولة ملتزمة بتنمية قطاع القناة، والهيئة أنشأت صندوق لهذا الغرض. إذن هناك فرق بين المفاهيم الثلاثة، القناة والهيئة والصندوق. والصندوق هذا اللغط هو اللي عامل هذه الحالة اللي حضرتك شايفها. طب خليني برضو كده نبروز كلام حضرتك ونحاول نغوص أكتر في منبع برضو القلق جاي منين. حضرتك قلت لي أنه المرفق نفسه يعتبر أموال عامة مملوك للشعب وللدولة، ومملوك للدولة ولا يجوز التفريط فيه بأي حال من الأحوال، ومحمي لا يجوز بيعه ولا يجوز التصرف فيه طبعا. طيب عندنا بقى أموال الهيئة دي أموال خاصة، وعندنا الصندوق هيئة اقتصادية، هيئة مستقلة، أموالها أموال خاصة تقول إليها من الموازنة العامة للدولة بهدف إعمال شؤونها في إدارة القناة. ممتاز. والصندوق دوت هو مملوك للهيئة دي، للهيئة. طب ليه بقى منين جت فكرة أنا بفصص مع حضرتك عشان نوصل المعلومة كاملة، منين جت فكرة أنه الصندوق ده إنشاؤه يعني أو يساوي بيع قناة السويس؟ لا، ليس هناك علاقة إطلاقا بهذا الأمر، وهذا الكلام عاري تماما من الصحة. ولم يرد أي نص من نصوص مشروع القانون أن هذا الموضوع متعلق بهيئة قناة السويس، آسف، بقناة السويس أو بيع قناة السويس أو ممتلكات قناة السويس إطلاقا. طيب خليني اجيبها برضو اتفضل. هذا الصندوق، اسمحي لي اشرح الفكره كلها. اتفضل. هذا الصندوق سوف تنشئه الهيئه من اموالها الخاصه، من اموالها الخاصه وليست اموال القناه. الرسوم اللي بتحصل من القناه دي رسوم سياديه تقول بالكامل الى الموازنه العامه للدوله، ليس للهيئه شيء فيها. الهيئة تحدد لها أموال من الموازنة العامة بعيدة تماماً عن أصول القناة أو الرسوم التي تحصل من القناة. هيئة قناة السويس حينما رغبت في إنشاء هذا الصندوق كان الهدف منه أن هي تعمل على التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. حضرتك من شوية في المقدمة حضرتك قلتي أثناء جنوح السفينة إيفر جيفن حصل فيها أن النهاردة ممكن موارد القناة تتأثر. صحيح. هذا الصندوق الهدف منه أن هو يعمل على تعظيم موارد الهيئة ويعمل على استدامة مواردها بما يكفل التطوير المستمر والتحديث لمرفق القناة. طيب. ممتاز جدا. خليني برضو بفهم مع حضرتك، احنا اتكلمنا في سببين ممكن يكونوا سبب او يعني دافع وراء الجدل ده، اهتمام المصريين الكبير بقناة السويس بشكل عاطفي وشعورهم بالانجاز التاريخي للقناة دي وامتلاكهم ليها، وايضا يمكن الاهتمام بالشأن الاقتصادي وهو اهتمام متزايد. هل ممكن اضيف، وهل حضرتك شايف ان ده صح ولا لا، انه اضافة لهذه الاسباب في شعور كده بالتخوف من اي حاجة تتعلق صناديق مستقلة، صناديق مالية غير واضح دورها؟ هل ممكن نضيف أنه في سوء فهم أو عدم يعني وضوح في طبيعة الصناديق اقتصاديا على الأقل عند الناس؟ أولا يا فندم، كل الصناديق اللي موجودة وهذا الصندوق تحديدا طبقا لقانون المالية العامة الموحد يدرك بالموازنة العامة للدولة.
ممتاز. ويخضع هذا الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. إذن لا داعي للتخوف، وهذا القانون بالذات له هدف محدد ووحيد، وهو تطوير مرفق قناة السويس. ممتاز، تطوير قناة السويس، وهي دي النقطة الأهم والهدف الأساسي من الصندوق، والهدف الأساسي من التعديلات اللي حاصلة، تنمية موارد قناة السويس وتنمية موارد هذا المرفق المهم والعمل على زيادتها والاستثمار فيها. أنا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إيضاحات مهمة، ملاحظات مهمة، موضوع شغل الناس على مدار ال 24 ساعة اللي فاتوا، وكان مهم جدا نوضح ونفند يعني الأفكار المغلوطة، فكرة بيع قناة السويس، التخلي عن أصول الدولة، بيع الدولة، كل ده غير حقيقي. الفكرة إن احنا عندنا اهتمام متزايد بقناة السويس، وده أمر مقبول ومفهوم وأمر جيد، إن احنا كمصريين عندنا الشعور بالقيمة العاطفية الكبيرة والقيمة الاقتصادية الكبيرة للمرفق المهم دوت، وبيحتل كده في نفوسنا مكانة مميزة جدا لدورها على مدار التاريخ، وأيضا للتطور اللي يعني طرأ على المرفق دوت بالتفريعة الجديدة، بكم التطوير والتنمية اللي حاصل في هذه المنطقة، ما يحيط بقناة السويس، حالة العمران اللي احنا شفناها، حالة المجمعات الصناعية حتى اللي موجودة حواليها. عندنا اهتمام كبير بقناة السويس، واهتمام مبرر مش بس لدواعي التاريخ، أيضا لأنها يعني أحد أهم الموارد دلوقتي في الاقتصاد المصري، وده أمر مفهوم. لكن الاهتمام بالشأن الاقتصادي المتزايد ساعات بيخلط المفاهيم ببعض، وساعات بيخلي فيه أمور غير مفهومة بالنسبة للمواطن العادي. من المهم بقى في الحالة دي التوضيح، زي ما دلوقتي يعني استمعنا في المداخلة دي بالتفنيد بكل الحقائق.